شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثلاث كلمات. الكلمة الأولى هي الكلمة الأخيرة للقرآن الكريم، وتعلمون أن الكلمة الأخيرة عادة تمثل أهم كلمة تشغل البال. إذا واحد رجل يحب أولاده حبا جما، أراد أن يسافر، الكلمة الأخيرة عادة عندما يريد أن يخرج من البيت يلتفت إلى زوجته ويوصي زوجته بالأطفال والأولاد. ما هي آخر كلمة في القرآن الكريم؟ بعض العلماء يعتقدون أن آخر كلمة هي كلمة التقوى. آخر آية هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني يأتي هنالك يوم ينتهي كل شيء، هذه الدنيا تنتهي، العلاقات تنتهي، والإنسان يفد على ربه وحيدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الله تعالى يقول في هذه الآية الأخيرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما هي التقوى؟ التقوى لها مبدأ ولها منتهى. أما مبدأ التقوى فهو حالة حذر في النفس، حالة تحذر. الآن في العالم أكو هنالك مناطق كثيرة ملغمة، فيها ألغام، بعضها باقية من الحرب العالمية الثانية،
في مناطق الحروب توجد هنالك مناطق ملغمة في الحدود الإيرانية العراقية، ربما تكون هنالك مناطق ملغمة إلى الآن. أنتوا إذا أردتوا أن تعبروا في هذه الحدود وفي هذه الأراضي، ما هي حالتكم القلبية الباطنية؟ حالة حذر، لأنه القدم التي تضعونها يمكن أن تقع على لغم وينفجر هذا اللغم ويودي بحياة الفرد. كيف تمشون بحالة حذر شديدة؟ التقوى يعني أن تكون للمؤمن هذه الحالة، عندما يريد أن يتكلم يكون حذر، عندما يريد أن ينظر يكون حذر. إذن التقوى لها مبدأ، وهي حالة من الحذر الباطني، ولها منتهى، وهذا المنتهى المراقبة الشديدة حين العمل. عندما يريد أن يقوم بعمل يحذر ويحتاط. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أحياناً هذه الدقة تصل عند المؤمنين المتقين إلى حد عجيب، لعله إحنا الأفراد العاديين لا نهضم هذه الحالة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، ما فعلت. هذه الدقة الشديدة في حياة المؤمنين تنبع من هذه الحالة. أنقل لكم قضية لعل هذه القضية تبدو غريبة، ولعل أمثالنا لا نستسيغ مثل ذلك، ولكن كلامي في تلك الحالة الباطنية التي ينبع منها هذا السلوك. هذه القضية تعود إلى حوالي قبل 100 عام تقريبا. أحد الأفراد يقول: سافرت مع والدي ووالدتي من منطقة في إيران يقال لها نهاوند، منطقة معروفة. سافرنا من نهاوند إلى طهران بالوسائل القديمة، الأسفار المتعبة. يقول: تحركنا، صار وقت الظهر، والدتي كانت قد جاءت بالسفرة من نهاوند، فتحت هذه السفرة حتى نتناول الغداء، طعام الغداء. مطاعم ما كانت ذاك الوقت، أو كانت نادرة أو ما أشبه ذلك. يقول: عندما فتحت السفرة وإذا بها تجد نملا كثيرا في هذه السفرة، نمل، فأخبرت والدي بهذه القضية. يقول: والدي شوية فكر ثم قال لي: يجب أن نعود فورا إلى نهاوند. قالت له والدتي: ولماذا نعود إلى نهاوند؟
قال لأن هذا النمل الموجود في هذه السفرة هذا نمل جاء من نهاوند. السفرة كانت هناك والنمل دخل في داخل هذه السفرة، وإحنا الآن نترك النمل هنا. هذا معناه نوع من أنواع الظلم لهذا النمل، لأننا تركنا هذا النمل بعيد عن بيته وعن مسكنه، وهذا النوع من أنواع الظلم لهذا النمل، فيجب أن نعود فورا إلى نهاوند. قال كل ما والدتي أصرت عليه أن نواصل ما قبل. ورجعنا إلى نهاوند وفتح السفرة هنالك حتى النمل يذهب إلى بيته. لاحظوا هذه الحالة من الدقة الشديدة، المؤمن تقواه تدفعه إلى أن لا يظلم نمله، فكيف يظلم زوجته؟ فكيف يظلم أولاده؟ فكيف تظلم الزوجة زوجها؟ هذه الكلمة الأولى، كلمة التقوى. الكلمة الثانية كلمة الأخلاق، ويكفي في عظمة هذه الكلمة أنها تمثل العلة الغائية لبعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في هذا الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق جدا مهم. ما هو معنى الأخلاق؟ معنى الأخلاق أن نعلم كيف نتعامل ضمن دوائر ثلاث. الدائرة الأولى كيف نتعامل مع النفس، الدائرة الثانية كيف نتعامل مع العائلة، الدائرة الثالثة كيف نتعامل مع المجتمع. كيفية الإدارة الصحيحة في هذه الدوائر الثلاث يقال له أو يقال لها الأخلاق. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي يجب أن يكون قدوة لنا يقول في حق الصديقة الكبرى صلوات الله عليها: فوالله ما أغضبتها وما أغضبتني ولا مرة واحد. أكو هذا الشيء في بيوتنا؟ أكو هذا الشيء في عوائلنا؟ الأخلاق يعني أن الرجل يصمم ألا يغضب زوجته أبداً، والمرأة تصمم ألا تغضب زوجها أبدا. هذا ممكن؟ نعم ممكن إذا صممنا على ذلك. قبل حوالي شهريا توفيت امرأة مؤمنة، ذهبت إلى زوجها لتعزيته، فهذا الزوج كان يبكي وكان يقول لي أن زوجتي، وعاش معا حوالي 70 عام، الرجل كان معمر المرأة معمرة، قال أن هذه المرأة ما كانت تطلب في حياتها مني شيئا، كل ما كنت أصر عليها أنه ماذا تريدين ما كانت تطلب مني أي شيء. هذه الوصية التي أوصاها رسول الله
صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة صلوات الله عليها، قال لها: لا تكلفي زوجك شيئا أبدا. هذه المرأة بعد 1400 عام حاولت أن تكون في هذا الجانب كالصديقة الزهراء صلوات الله عليه، ما كانت تطلب. حقيقة أنتم إذا تلاحظون هذه الحالة، رجل لا يطلب من زوجته شيئا، لا يكلفها بشيء. امرأة لا تطلب من زوجها شيئا، لا تكلفه بشيء، كيف تكون هذه العائلة؟ إحدى صفات أهل الجنة كما في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن لا يطلب من أحد شيئا. أن تجربوا هذه الحالة لمدة أسبوع واحد جدا مشكلة وجدا صعب، أن لا تطلبوا من أحد أي شيء. الشيخ محمد تقي قائد ثورة 20 رحمة الله عليه، ذاكرين في أحواله، ما كان يطلب من أحد شيئا حتى زوجته وحتى أولاده. هذه يقال لها الحالة الأخلاقية. الحالة الأخلاقية يعني أن الرجل لا يتوقع من زوجته شيئا، المرأة لا تتوقع من زوجها شيئا، الرجل يداري زوجته، المرأة تداري زوجها، الحلم، الإغضاء، الشكر، حالة الشكر. هذه المرأة المرحومة كان يقال عنها أنها كان لها حالة الشكر. الآن إحدى الأمراض الموجودة في العالم من الأمراض المنتشرة مرض الكآبة، الأفراد عندهم هذه الحالة، حالة الكآبة. إحدى الأشياء التي تقضي على حالة الكآبة ولا تسمح للكآبة أن تأتي الشكر. واحد دائما يكون شاكر، دائما يكون راضي. أكو بعض الأزواج دائما يشكون، أول ما يجي بالبيت يشكو. أكو بعض الزوجات دائما يشكين، دائما ينظرون إلى الجانب المظلم من الحياة. الأخلاق يعني أن يكون الفرد دائما راضيا بقضاء الله، حتى إذا يكون في أشد الظروف وأصعب الظروف، عندما تسألون شلونك يقول الحمد لله، مو يقول الحمد لله باللفظ، وإنما قلبه يقول الحمد لله. هذه هي الأخلاق. كان أكو فد عالم في النجف، عالم مشهور يقال له الشيخ علي القمي، جدا رجل غريب كان في أخلاق. هذا ذاكرين في أحواله، في يوم من الأيام توفي ولده، ابنه مات. أنا شايف بعض الأفراد أجار الله المؤمنين الذين توفي ولدهم، حالة انهيار كان عنده، ذلك الذي رأيته. هذا توفي ولده الشيخ علي القمي، فلم تسمع منه كلمة واحدة تنبع عن الشكوى. راضي بقضاء الله، راح إلى الفاتحة، رجع من الفاتحة فأبلغ أن ولده الثاني قد توفي أيضا. بكرة بالليل أقاموا فاتحة مزدوجة للولدين، ودائما كان راضي وشاكر. في أخريات أيام حياته، في السنوات الأخيرة من حياته، ابتلي بمرض شديد جدا وسوى عملية جراحية، وطال المرض به حوالي 10 أعوام،
وصار رهين المنزل وأسير البيت بعد ما كان يتمكن يطلع برا. خلال هاي العشر سنوات تقريبا الذين كانوا حوله يقولون ولا مرة واحدة لم نسمع منه كلمة الشكوى، دائما كان يقول الحمد لله. هذه الحالة الأخلاقية، ينبغي علينا أن نحاول أن نوجد هذه الحالة الأخلاقية في أنفسنا وفي بيوتنا وفي عوائلنا وفي مجتمعنا. الكلمة الثالثة والأخيرة الخدمة. الأموال تنتهي، هذا البدن ينتهي، البيوت تنتهي. واحد شاف الشيخ الكعبي الشيخ عبد الزهرة رحمة الله تعالى عليه في المنام، قال فوجدته تحت ظل شجرة. أنا تعجبت، ما أتذكر ما هي الشجرة، وفرضوا شجرة التفاح. ففكرت بعد وفاته ما هي هذه الشجرة، ثم تذكرت أنه قرأ المقتل، مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه، تحت ظل تلك الشجرة. عندنا في الحديث المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. أكو واحد من الأفراد المتمكنين قضيته معروفة، يقال له فرهاد، هذا كان من أعيان إيران. في يوم من الأيام الأعيان الوجهاء كانوا قاعدين مكان، فكل واحد أخذ يتحدث ما هو رصيدي في البنك. فلان واحد قال أنا عندي الرصيد الفلاني في البنك الكذائي، كل واحد بيّن ما يملك. وهذا فرهاد كان ساكت ما يتكلم. وصلت النوبة إليه، قالوا وأنت ما هو رصيدك؟ فرفض أن يتكلم، أصروا عليه، قال أنا عندي رصيدين في بنكين. الرصيد الأول، هذا فرهاد كتب كتاب حول الإمام الحسين صلوات الله عليه، واسم كتابه القمقام. قال الرصيد الأول كتاب القمقام في بنك الإمام الحسين صلوات الله عليه. الرصيد الثاني أن هذا فرهاد بنى حرم أو صحن الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهما في الكاظمية. قال الرصيد الثاني حرم الإمامين الكاظمين في بنك الإمام موسى بن جعفر والإمام الجواد. تلك الأرصدة اللي كانت كلها ذهبت، ولكن هذان الرصيدان بقيا. أرصدتنا كلها تنتهي وكلها تذهب. واحد ينبغي عليه أن يبقي نفسه في عمل. أنا أظن أن أصغر واحد وأقل واحد وأضعف واحد يمكن أن يخلد نفسه في مشروع. المشروع قد يكون مسجد، قد يكون حسينية، قد يكون كتاب، أي شيء من هذا القبيل. أكو أحد المؤلفين، هذا كتب كتابا حول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مضمون القضية، المضمون التقريبي. في مقدمة هذا الكتاب يقول الفضل
في إتمام هذا الكتاب وطباعة هذا الكتاب يعود إلى شخص لو كان على قيد الحياة لم أذكره، ولكنه الآن انتقل إلى جوار الله، أنا أذكره في مقدمة هذا الكتاب عرفانا للجميل. أنا كنت أؤلف هذا الكتاب وجمعت مصادر وكتب حول أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام فكرت أنا كيف أطبع هذا الكتاب، أنا ما عندي ثروة حتى أطبع هذا الكتاب، الورق غالي، الطباعة مكلفة، فلمن أكتب هذا الكتاب؟ ففكرت أن أنقطع عن الكتاب، جمعت أوراقي وضعتها على جانب، وجمعت كل كتبي ووضعتها على جانب، وتركت الكتاب. زوجتي دخلت الغرفة، شافت الوضع تبدل، الكتب مو موجودة، قالت وأين الكتب وأين الأوراق، ليش انقطعت؟ فقلت لها فكرت من الذي يطبع هذا الكتاب ولماذا أكتب كتابا لا يطبع؟ ذهبت زوجتي، ثم جاءت لي بلفة، شيء، صرة، كيس، وقدمته إلي. فتحت هذه الصرة فتبين أن زوجتي جمعت جميع ذهبها، الذهب اللي عندها، وقالت هذه هدية مني لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، اطبع هذا الكتاب. أصررت عليها، قالت لا، هذه هدية لأمير المؤمنين. هذا الموقف شجعني على إكمال كتابة الكتاب، أكملت الكتابة وطبعت الكتاب، والآن حيث ارتحلت زوجتي إلى جوار الله أذكرها في مقدمة هذا الكتاب عرفانا لها بالجميل. أي شخص حتى أضعف شخص يمكن أن يكون له دور في هذا المجال. نحن نذهب وننتهي، وحتى أولادنا يمكن بعد 100 عام ينسون. إحنا الآن هل نتذكر من هو جدنا العاشر؟ لعله حتى اسمه لا نعرفه، حتى أولادنا ربما لا يعرفوننا، ولكن هذه الآثار تبقى. الذي يتمكن أن يبني حسينية، أن يبني مسجد، أن يطبع كتاب، أن يحفر بئرا، أن يقوم بصدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، واحد منها الصدقة الجارية. الكلمة الأولى التقوى، الكلمة الثانية الأخلاق، الكلمة الثالثة الخدمة، والباقيات الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا ونكون جميعا مشمولين لألطاف كريمة أهل البيت والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهما، وأن تعودوا إلى أوطانكم بخير الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نوري.